إلى المغرب مشاهدي الكرام، حيث أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أدانت استمرار تأجيل النظر في قضية مغني الراب معاذ بلغوات الشهير بالحاقد، وهو عضو في حركة 20 فبراير، وكذلك أدانت استمرار حبسه ورفض السلطات الإفراج عنه حتى لو بصورة مؤقتة، وذلك على خلفية اتهامه بالاعتداء بالضرب على عضو حركة الشباب الملكي محمد دالي، ومر على اعتقال الحاقد 100 يوم حتى الآن في سجن الدار البيضاء على ذمة القضية التي تم تأجيلها لأكثر من مرة. لمتابعة هذه القضية انضم إلينا محامي الفنان المعروف بالحاقد الأستاذ حسن عمروش من الرباط. أستاذ حسن، أهلا بك. ما الجديد في قضية مغني الراب بلغوات؟ السلام عليكم يا سيدي الكريم. بداية اسمي هو حسن هاروش، محامي جهة الدار البيضاء. أهلا وسهلا فيك. الآن نعدلها إن شاء الله. بالنسبة لقضية معاذ بلغوات، للإشارة فإنه صدر الحكم زوال اليوم بحبسه 4 أشهر حبسا نافذة، والإشارة فهذه المدة قد انقضت وجارية الآن إجراءات الإفراج عليه. هذا الملف يا سيدي الكريم وملف سياسي بامتياز، لأن سيد معاذ بلغوات ناشط في إطار حركة 20 فبراير، وهو مغني للراب كان يناصر بفنه ولونه الفني مطالب 20 فبراير التي رفعت شعارا اساسيا هو اسقاط الاستبداد والفساد، وكان يدافع عن الكرامه والحريه والعداله الاجتماعيه، ولذلك دبرت السلطه في المغرب هذا الملف واعطته لبوسه ملف عادي في اطار جناح الحق العام بشكايه للضرب والجرح والتهديد ضد مواطن ادعى انه تم الاعتداء عليه. والاشاره في هذا الشخص اللي هو محمد دالي ينتمي الى حركه سعود مارس، وهي حركه مناوئه من حيث المطالب والتكوين لحركه 20 فبراير. اشرت يعني التهمه هنا تبدو استاذ حسن ليست تهمه بناء على تعبير عن رايي، هي تهمه جنائيه في شخص اسمه محمد دالي هو الذي رفع القضيه، وليست يعني تهمه لها علاقه بحريه التعبير. هذا الظاهر ان من خلال عده ادله وقرائن فإن الملف سياسي بامتياز، لأن السيد معاذ بلغوات من اطلع على إنتاجاته الفنية يتبين له بوضوح وجلاء أن الملف ليس عادي، حتى من خلال مناقشة الملف، حتى من خلال ادعاءات المشتكي، فيدعي أنه تم الاعتداء عليه بسبب إيمانه بتوجهات جمعية الشباب الملكي التي هي مناوئة لحركة 20 فبراير. ناقشنا وسائل الإثبات في هذا الملف، سواء وسائل الإثبات أو وسائل النفي. بالنسبه لشهود النفي لم يحضروا الى جلسه المحاكمه حتى يتم مناقشتهم، وحضر منهم فقط شاهد واحد شهادته تضاربت، واحصينا 4 روايات نفس الحدث. طيب استاذ حسن، منتوري امام الشرطه القضائيه. استاذ حسن، ما الوضع يعني قاضي التحقيق او امام المحكمه؟ استاذ حسن، ما الوضع الان عفوا القانوني لمعاذ بلغوات؟ يعني اليوم القضاء شو قال؟ معاذ بلغوات الان ادين بمده حبسيه قدرها 4 أشهر نافذة، وقد بادرنا إلى الطعن بالاستئناف لاعتقادنا الجازم أن هذا الحكم مخالف للصواب، وأنه أهمل وسائل الإثبات المدلى بها من قبل المتهم التي استدل بها 4 شهود ينفون واقعة الضرب والجرح، ويؤكدون أن الملف في ملخصه هو ملف سياسي تم الدج بمعاد في السجن لكي تكبح جناح مناصرة لحركة 20 فبراير التي هي حركة مجتمعية. طيب إلى أي مدى يعني هو معاذ بلغوات أستاذ حسن، معاذ بلغوات أو الفنان الحاقد كما هو معروف مغني راب ما معروف يعني في المغرب، ما مدى تفاعل يعني المنظمات الحقوقية معاه أو النشطاء معاه، أم أنه قضيته الآن منسية؟ أثناء محاكمة السيد معاذ بلغوات التي امتدت لحوالي 5 أو 6 جلسات، حضر في اثناء متابعه القضيه العديد من الهيئات الحقوقيه سواء المغربيه او الوطنيه، وما التفاعل الذي تم سواء على مستوى القوارات او الفضاء الدوليه او المواقع الالكترونيه او المنتديات المتعلقه بحقوق الانسان يؤكد ان هذا الملف هو ملف حقوقي كان القضاء فيه في المغرب امام اختبار عسير لتاكيد التعديل الدستوري الذي تم في فاتح يوليوز،
حول رفع القضاء في المغرب الى مصاف السلط التي مقارنه بباقي السلط، والحال انه كان جهازا فقط، فكان القضاء امام هذا الامتحان العسير، لكن وللاسف طيب لم يكن القضاء في مستوى هذا الملف. انا كنت اسالك استاذ حسن همروش، يعني اعتقال يعني بلغوات سيد معاذ بلغوات كان في زمن الحكومة السابقة، يعني قبل 100 يوم عفوا، اليوم في حكومة جديدة على رأسها بن كيران، هل حاولت كقانوني التواصل أو يعني إرسال أي رسائل للحكومة الجديدة علها تستدرك الأمر؟ يا سيدي الكريم، نحن نؤكد في أنه في المغرب أن الحكومة لا تحكم، لأن المنطلقات الدستورية أو القانونية الموضوعية جعل الجهات الأخرى هي التي تمارس السلطة، أما الحكومة فإنها تدبر الشأن العام فقط ولا تتخذ قرارات من هكذا قبيل. فقبل أيام صرح السيد وزير العدل مصطفى الرميد في بخصوص ملف ميني أن ملف ميني لا يمكن فيه إلا التماس العفو الملكي. والحال أن هناك تصريحات سابقة تنادي بإعادة المحاكمة، لأن هذا الملف لم يتم فيه مراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتم فيه انتهاك معايير وشروط المحاكمات الدولية المحاكمات العادلة. شكرا. نؤكد مرة أخرى. تمام، شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ حسن همروش المحامي والحقوقي من المغرب، شكرا جزيلا.